والله إحنا نفسنا طويل، يعني معروف علينا إحنا أصدقاء الجبل نفسنا طويل جدا، ولكن يعني يبدو أنه ما يفيد وياكم. يعني شو نسوي بعد؟ هذا النظام اللي بنيناه سوية، نظرنا مئات السنين إحنا ككرد إلى أن نصل إلى هذه النقطة المفصلية المهمة لبناء نظام ديمقراطي فيدرالي اتحادي دستور يعتبر من أفضل الدساتير في المنطقة. وصلنا إلى مرحلة وجدنا أنه في كل خطوة إلى الأمام أنه أكو من يريد أن يجهض هذه العملية السياسية كلها، يريد أن يجهض هذا الإنجاز الكبير اللي حصلناه بعد 2003 ككل. أنا أتكلم ليس على أقليم كردستان، أنا أتكلم على العراق، هذا البلد اللي عانى معانا عبر الأنظمة الدكتاتورية على سنوات طويلة. وصلنا إلى مرحلة تخلصنا من كل هذا وأسسنا إلى نظام فيدرالي اتحادي ديمقراطي، ولكن يبدو هناك من يريد لهذا المكسب أن ينهار، يجهد هذه العملية. شنو الرسالة اللي يريد يوصل؟